طول طول الشكات تبع طول بلوتوث مود. هلا حبيبي، يعطيك العافية. أيها المشاهدون الكرام، نحن الآن في هذه الوقفة التضامنية مع أخوة الجاليات العربية والإسلامية العاصمة الدنماركية، كما أعلننا من يوم أمس بالفيديوهات أيضا والخبر الصوتي، على أننا نتضامن مع الشعب الدنماركي ونشاطرهم الأحزان والمؤاساة وتقديم التعازي من أبناء الجاليات العربية والإسلامية في العاصمة الدنماركية، الذين يعني ينبذون كل العنف وأعمال التي أدت إلى سقوط هؤلاء الضحيتين، وهي ماريانا ولويسا النرويجية وماريانا الدنماركية. نحن بكل أسى وحزن نقدم تعازينا للحكومة الدنماركية والشعب الدنماركي، وأيضا الحكومة النرويجية والشعب النرويجي، على سقوط هؤلاء الضحيتين اللتان سقطتا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لهما. وأيضا نحن نشاطر كل من حضر أيضا بتقديم هذا العزاء والحزن، تعبيرا لتضامننا وانتماؤنا وطبعا حياتنا في المجتمع الدنماركي، ونقوم أيضا بمواساتهم لأننا نعيش بينهم ونتعلم ونأخذ الجنسيات أيضا، ويقدمون لدينا كل الأعمال الحسنة وحقوق الإنسان من علاج حتى الشيخوخة. تابعونا وإن شاء الله سنقوم بالتغطيات مع أبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين حضروا من جميع الفئات المسلمة والعربية وأيضا الطوائف المسيحية. إن شاء الله سنقوم بالتغطيات الآن مع أبناء الجاليات الذين حضرونا في هذا الاعتصام، الذين يعبرون عن أسفهم ومؤاساتهم ومغازرتهم للحكومة الدنماركية لسقوط هؤلاء الضحيتين. كونوا معنا. طبعا أيها المشاهدون الكرام، نحن التقينا مع أخونا وحبيبنا بشير، وهو الإعلامي الذي يكون في الراديو الدنماركي أيضا. نقوم بسؤاله. أولا السلام عليكم بشير، قرب شوية. شايف طبعا أنت الناطق باسم الجالية المغربية. لا أنا إعلامي. قرب شوية. سامع أو شايف؟
وصحفي مغربي مراسل جريدة الاتحاد الاشتراكي المغربية، ولدي منبر إعلامي إداعة، وقد زرتني في هذه الإداعة، فبالتالي حضورنا اليوم هو تضامنا مع الشابتين النرويجية والدنماركية اللي تم قتلهما بصورة بشعة من طرف إرهابيين. مع كامل الأسف الشعب المغربي تأثر لهذا الحدث الغريب علينا كمجتمع مغربي. نحن نعتبر هذا الحدث مؤلم اللي كنا نرفضه، والثقافة ديالنا تدعو للتسامح والتعايش. المغاربة عاشوا سنين وهما متشبعين بالفكر الوسطي والاعتدال، يرفضون كل تطرف وإرهاب، ويرفضون الفكر الوهابي. فبالتالي احنا حضورنا اليوم هو دعما وتضامنا لمأساة العائلتين هنا في الدنمارك اللي فقدت بنت ديالها، وكذلك الشابة النرويجية التي مع كامل الأسف قتلت في الحادث، اللي ما عرفوش المغرب هذه السنين. فالمغرب معروف بتسامحه، والمغاربة وهذا دليل على اندماج أبناء الجاليات العربية والإسلامية في العاصمة الدنماركية مع أبناء الشعب الدنماركي، حيث أننا نحمل جنسياتهم أيضا ونتكلم لغاتهم ويولدون أبناؤنا في هذه البلاد أيضا. نعم، احنا نعتبر أنفسنا جزء من المجتمع الدنماركي. ما أصاب هذه الأسرة أصابنا في مقتل كذلك. نحن حزنا مثل ما حزن الشعب الدنماركي لهذه المأساة. فبالتالي احنا كنقدموا عزاءنا لأسر الضحيتين، ونعتبر أن هذا الحدث لن يتكرر في المغرب، لأن الحكومة والأجهزة الأمنية عازمة على اشتتات الإرهاب من جذوره. وبالتالي أعتبر أن هذا حدث عارضي لن يتكرر، لأن الأجهزة الأمنية في المغرب استطاعت تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية، حوالي 75 خلية إرهابية تم اشتتاتها لحد الساعة. أشكرك جزيل الشكر أخ بشير، ونحن نأمل من الحكومة المغربية أن تقوم بالقصاص من الفاعلين ومن المجرمون الذين أدوا إلى سقوط هؤلاء الضحيتين بدم بارد. نعم، أكيد بأن الذين ارتكبوا الجريمة سيتعرضون لأقصى العقاب، وكل الشعب المغربي يريد إعدامهم في أمام الملأ حتى يكونوا عبرة لكل من يتجاوز حدوده ويتجاوز القوانين السائدة في البلد. أشكرك جزيل الشكر. أشكرك جزيل الشكر، ونرجو أن يطبقون من جميع الدول العربية والأوروبية أيضا أهل الذمة، ومعنى أهل الذمة وهو حماية كل إنسان يدخل دولة أوروبية من المسلمون ومن الأجانب الذين يدخلون الدول الأوروبية، يجب أن يطبق، وهي أهل الذمة. وأهل الذمة هي حمايتهم من جميع أنواع الأمن والأمان، وأيضا حتى الشيخوخة، ويمنحونهم العلاجات وأيضا الرواتب والجنسيات أيضا في بلادهم. نرفض العنف، نرفض التطرف،
نرفض جميع أنواع الجرائم بحقوق الإنسان. تحياتي وتابعونا أيضا. تحب تلك كلمة؟ نعم تفضل. كلمة. أنا من الراديو الأمازيغ. نعم. القديم هنا في كوبنهاغن له 14 سنة لتسمع به. فنحن ضد الإرهاب بكل أشكاله، ولكن نقولها من هنا من ساحة الحرية، من بلاد الحرية، بلاد الدنمارك. من يتحمل المسؤولية في هذا الجريمة اللي وقعت في جبل تومكال يتحملها النظام. أقولها بكل قوة، يتحملها النظام، لأن النظام يبني 300 مسجد في السنة ولا يبني 10 مشاريع أو معامل. لماذا؟ إذن فالناس الذين يسكنون في أماكن يعقوب المنصور في الدار البيضاء، في الأماكن الفقراء هم لا تعليم صحيح، لا صحة موجودة، لا مقعد لابنه، لا سكنة إنسانية موجودة. رسالتك وصلت أخي، شكرا جزيلا. ولكن هذا لا يكون مبررا على ارتكاب الجرائم والقتل بحق الضحايا والأبرياء. شكرا جزيلا. نشارك أيضا البعض بعد ما نقوم بهذه التغطية من هنا. تعال حكي. نسأل الأخ تونيكا شو النسوان الحجرين؟ أيها المشاهدون الكرام، أيضا التقينا مع الأخت السيدة أم فواز، طبعا أحد أعضاء شمعية أمل. تحياتي، السلام عليكم. رسالتك اليوم، لماذا أنت حضرتي في هذا اليوم وإضاءة الشموع في هذه الساحة؟ رسالتي اليوم إنه نحن ارفعي صوتك، نحن من دين هذا الشيء اللي صار، ومتأسف على اللي صار هذا الشيء، لأنه نحن أخذين عنا فكرة كإسلام نحن، وهذا الشيء إنه بالإسلام عنا مو موجود. ونحن في الغرب عم نورجي حالنا للغرب إنه نحن منا مجرمين مثل ما بهذا، بس شيء يعني، وللأسف الشديد على وحضورك أيضا وحضورك أيضا لتقديم العزاء للحكومة الدنماركية في سكوت هذه هؤلاء الضحيتين. طبعا أكيد، تعبيرا عن رفضك لعمل العنف والتطرف. شكرا جزيلا أم فواز، ونشكر الدولة الدنماركية على هذا الشيء كله. شكرا حبيبي. ممكن رسالتك بصفتك يعني حضرت هنا؟ رسالتي احنا ندين هذا الإرهاب، وهذا الإرهاب احنا مغاربة مش إرهابيين، ولكن هاد الناس يستحقون العقاب. بارك الله فيك. ان شاء الله ينالون العقاب، لان احنا الدين الإسلام يشوهونا بالدين الإسلام. نعم نعم، والمسلمين اجمعين، وهل الدين الإسلام بريء من هذا؟ بارك الله فيك أخي على هذا الوقفة التضامنية، وعلى إصغائك لتعليمات التي وصلت لجميع أبناء الجالية. شكرا لك. شكرا. أيوة، عندنا بعض الأخوة من صغار وكبار يرفضون هذا الدنمارك. توتيلا دانسك يا بفتو كاميدي فتيات داسكيتي هم تيتشو أم بيا طبعا أيها المشاهدون الكرام، كما تشاهدون أبناء الجاليات العربية والإسلامية يشاركون الحكومة الدنماركية والشعب الدنماركي بإضاءة الشموع والورود على سقوط الضحيتين ماريانا وليويسا، وهي نرويجية وأيضا دنماركية. شبكة عرب الدنمارك تواصل معكم في كل التغطيات، في كل جديد. أيضا نبث للجميع عوضا عن الذين يرسلون لبعضهم البعض، وإن شاء الله تصل رسالتنا إلى جميع العالم
وعلى صفحاتنا الفيسبوك والوسائل الاجتماعية. كونوا معنا وإن شاء الله سنتواصل مع الأخوة الذين حضروا لهذا التضامن. السلام عليكم أخ أنوار. طبعا رسالة أنت لماذا حضرت اليوم؟ أنا بدي أحب أعبر أنه الجنين البشري اللي حصل في المغرب ونحن نؤيد مع الشعب الدنماركي ونشارك أحزانهم الشعب الدنماركي أيضا أكيد طبعا ما في شك. ونحن الجالية العربية المسلمة في الدنمارك نرفض التطرف ونرفض نشارك ضد الوزراء اللي حصلت في المغرب أكيد. أتأمل أنه هاي مرة ما يحصل تاني مرة وتقديم العزاء للحكومة الدنماركية والأسرة والأهل في المغرب وفي الدنمارك وفي النرويج. أشكرك إن شاء الله في ميزان حسناتك يعني. نحن طالما أي إنسان رب العالمين خلقه هو رب العالمين أولى بحسابه وليس العباد الذين يحاسبون الناس على دينهم أو على فعلتهم، ولكن سبحان الله كل إنسان يحاسب على أعماله. نعم نحن وقفتنا هذه هي من الواجبات التي نتعلمها أيضا من الغرب عن حقوق الإنسان الذين يقومون بحماية وعلاجات كل إنسان يدخل أراضيهم ومنحهم الأمن والأمان، وأيضا الدول العربية أيضا تقوم نفس الشيء، يجب حماية كل إنسان يدخل هذه الدول الذين يعني يدخلون بسلام ومن أجل السياحة. نعم كنا معنا أيها المشاهدين الكرام، هم أكثر يعني الجاليات وهم الجالية المغربية الذين حضرونا لإنارة الشموع وأيضا وضع الورود ويعبرون عن أسفهم وحزنهم العميق لفقدان هؤلاء الضحيتين. السلام عليكم أخونا. السلام. أنا حبينا هيك في تعمل فضلتك إنه تشارك للجالية العربية هون شو بتحب. طبعا الأخ عضو في الجمعية، عرفنا عن الجمعية. الاسم ديالي إدريس عكشار. نعم. الجمعية المغربية للثقافة والاندماج. نعم. وممثل حزب مغربي الأصالة والمعاصرة في اسكندنافيا. نعم. اليوم هدو متواجدين هنا في ساحة كوبنهاغن لنقول أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، أن الإرهاب يمكن أن يصل إلى أي دولة من الدول سواء كانت دول العالم الثالث أو العالم الأول. دائما مسألة الإرهاب تلتصق مع دين أو مع إيديولوجيا كيفما كانت، ونحن نقول لا للإرهاب، والإرهابيين لا يمكنون أن يخيفون ولا يستغلون ويستغلون الديمقراطية ويستغلون حقوق الإنسان ويضربون بعشوائية في أي مكان. طبعا بصفتك أنت أحد سكان الجالية المغربية في العاصمة الدنماركية، رسالتك أنت وصلت ووجودك هنا تعبير عن حزنك الشديد وطبعا تقديم عزائك لأسر هؤلاء الضحيتين والحكومة الدنماركية والشعب الدنماركي. نعم صحيح، نحن هنا واقفون، فهذه الرسالة نتمنى أن تصل إلى العالم. وقد شاهدنا يوم أمس وقفة احتجاجية في الدار البيضاء في المغرب وبالرباط أيضا، كلنا نقول بأن هذا الإرهاب وهذه نحن ضد العنف، الضربات الإرهابية لا تستطيع أن توقف حقوق الإنسان ولا يمكن بها أن توقف الحياة في العالم. أشكرك جزيل الشكر، بارك الله فيك، وإن شاء الله تابعنا على صفحاتنا أرابا ديكو ولا للإرهاب. نعم.
بس بدي احكي مع دول المسلمين تاعي. So the air is more than we can some of our sun. ممكن تعطي كلمة لحميد المسلم جبريل حميد المسلم سياسي أيها المشاهدون الكرام، ما يزال الوفود تأتي من جميع أبناء الجاليات ويضعون الشموع حتى الأطفال يشاركون بتلك الوقفة التضامنية مع أسر هؤلاء الضحايا. نعم، ما تزال الوفود تأتي من جميع أبناء نأخذها هيك برم 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 ايضا التقينا مع احد ابناء الجاليات الدنماركيه اتو دانسك يا ماوكين ستانس ماروكا اوكي وفاتوك ام اي دي فان vi kommer fordi at ja vi har stor medfølelse og dyb sorg for familierne og for de to piger og selvfølgelig for at vise vores medfølelse over for familierne det er forfærdeligt, det er tragisk. Tusind tak. Tusind tak. Hvad med dig? Jeg har det samme grund. Også du kommer i dag? Ja, også for at vise familierne medfølelse. Konklusion, ja. Ja. Vi burde stå sammen. Ja, okay, tak. المشكل يعني طبعا اخ ياسو احنا فرحين بوجودك بلقائنا معك انت تغيب عنا كثير كثير وترجع
ونفس الوجه ونفس الابتسامة تكون في تكون معك. رسالة تحب توجهها باسم الطوائف المسيحية أيضا للحكومة الدنماركية تقديم العزاء. تفضل كلمة، المايك معك. كلمة الحكومة الدنماركية والشعب الدنماركي بمناسبة سكوت الضحيتين. الله يساعدهم، الله يساعدهم، الله يصبر أهلهم، الله يصبر أهلهم. ما بعرف شو بدي يعني، أنا مني إنسان بيوقع على المنابر ويلقي خطابات. يعني تقدم عزائك للحكومة الدنماركية. الله الله يساعد أهلهم لهالبنات. وترفض العنف؟ إيه لا، هذا هذا نحن جينا على البلاد لأنه البلاد فيها أمان. كرم شو؟ شايف شايف. كرمال الأمان والسلام. ضد العنف ومع الديمقراطية ومع الكلمة المضبوطة بوقت المناسب. وجميع الأديان ترفض كل أنواع العنف وال... لا هدول هدول مجرمين، هدول ما إلهم دين، هدول مجرمين، مجرمين اللي عم بقشي ما إلهم دين. أشكرك حبيبنا ياسو، وهو طبعا يعني فنان كبير في العاصمة الدنماركية والكل يعني يعرفه. أشكرك جزيل الشكر على حضورك. طبعا التقينا ايضا مع الاخ، عرفنا محمد السلفاتي. محمد السلفاتي كم سنه انت في الدنمارك؟ والله 40 سنه. 40 سنه. أنا حتى الجيش رحت الجيش هنا بالدنمارك. خدمت الجيش. الجيش يعني انت نعم. انت وجودك الان هو انتماء ايضا وتضامن نعم. مع الشعب يعني الدنماركي، مش فقط مع الشعب الدنماركي نعم. مع الانسانيه برمتها، حقوق الانسان نعم. حقوق الانسان نعم. وكذا فالشيء اللي حصل هنا بالمغرب كان ممكن يحصل في اي بلد، كان ممكن يحصل هنا بالدنمارك، يحصل في باكستان، يحصل في اي بلد. فنحن يعني متأسفين لما حصل خصوصا لهذه العائلة، لأبوها وأمها إخوانها، لهذه الجريمة الشنعاء. ولكن ما هي الخطوة القادمة التي لابد أن نأخذها نحن كمغاربة وكمسلمين؟ فلا بد أن نجفف منابع هذا الإرهاب، ومنابع هذا الإنبار ينبث من منابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك بعض المشايخ يشجعون إلى هذا العنف ويسممون أفكار الشباب، فهذا الذي نحن على صدد أن نحاربه من الآن. لا نترك لهؤلاء مكان للكلام مع هؤلاء الشباب. وأنا أنصح حتى الدولة المغربية والمسؤولين أن يجففوا هؤلاء المشايخ الذين يدعون إلى العنف بكل أشكاله.